تمشي بثبات وسير في هوانا بالقلوب يلتقي نبض العروب أيها العرب هلموا واحضروا المشعوب في هوانا بالقلوب يلتقي مساء الخير أعزائنا المشاهدين من خلال برنامجكم العربي بيت للكل. نحن نتواجد في إربد ونتحدث اليوم في موضوع مهمة جدا تخص العالم العربي بما أنه إحنا مختصين بصناعة التاريخ. فهناك من يتركها أثر لو قلبت أنظارنا الصور، وهناك من يبحث عن شبيه بالحرف بالميدان بالوتر وباختلاف الأمكنة تتسابق الأيام نحو الأزمنة. ونحن اليوم عام 2022 وإربد عاصمة الثقافة العربية، أكيد زملائي اليوم سعداء بالتحدث عن تاريخ ومنجزات كبيرة لبلداننا العربية ونحتفي بهذا الموروث الكبير. أقول لكم مساء الخير ومنورين. مساء النور. مساء النور. نعم مشاهدينا، لازلنا في احتفالات تتويج إربد عاصمة للثقافة العربية، ولازال بيت للكل بفريقه العربي الشغوف المحب هنا لنواصل الاحتفال والاستكشاف ونعرف الكثير والأكثر عن الثقافة والحضارة والفنون الأردنية وأسرار تتويج إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022. تمام يا سندس، أنا بقول إنه كمان في رحلة بيت للكل، وهي الرحلة اللي بدأناها مع حضراتكم في البرنامج في حلقات كثيرة جدا، يعني بنجوب بلادنا العربية في كل مكان، نبحث مرة عن التاريخ، مرة عن الفلسفة، مرة عن العادات والتقاليد، ومرة أن نشبع أنفسنا بكثير من المعرفة. عاداتنا وتقاليدنا وشعوبنا العربية بها كنوز من المعرفة، وفي إربد كان المخزون ينتظرنا دايما في كل حلقة. نحن الليلة في إربد في الأردن. نعم شافكي، ونستطيع أن نقول بأن برنامج بيت للكل الآن حط الرحال في إربد، فكما قلتي في البداية بأنه هذا البرنامج هو رحال يعني ما بين دولنا العربية. أتينا إلى إربد، هذه المدينة التي تمد يدها شافكي لتصافح أيضا كل الدول العربية. من إربد، من بلد الحضارة وبلد الفكر، بلد الفن والموسيقى، هذا المكان اللي أنتج أيضا عدد كبير من الأدباء، من المفكرين، من الشعراء ومن العلماء. مشاهدينا الآن سنتابع وإياكم هذا التقرير الذي يتحدث عن إربد بوابة الفتح الإسلامي. Thank you.
الإسلامي التي تعاقبت على هذه المنطقة اهتمت بالمنطقة، خاصة أن طريق الحجاز وطريق الحج الشامي من هذه المنطقة، كذلك مراكز البريد. كذلك نرى أن صلاح الدين الأيوبي عندما عبرت جيوش صلاح الدين الأيوبي إلى معركة حطين خيم بهذه المنطقة حوى أكثر من 5 أيام، وتقدم بعد ذلك وانتصر في معركة حطين سنة 583-1187 هجري. على صعيد كبار المطربين والملحنين وايضا على صعيد الاردن، اردن النشامه والالوان الغنائيه الجميله الموجوده فيها من الدبكات وايضا انواع الغناء، بالاضافه الى فلسطين، هذه الاصوات المهمه التي قدمت ما قدمت للاغنيه، بالاضافه للعراق كما قال الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، كل الاغاني تدور في فلك الاغنيه المصريه الا الاغنيه العراقيه تدور حول نفسها، لذلك يعتمد الغناء العراقي على الاطوار الغنائيه بالاضافه الى المقامات. خلونا نتحدث اكثر مع الدكتور محمد الغوانمة أستاذ الموسيقى في جامعة اليرموك. مساء الخير دكتور، ومنورنا في برنامج بيت للكل، سعيدين جدا بحضورك. شكرا جزيلا، أنا سعيد بهذه اللمة العربية الجميلة اللي يعني نسعد فيها بالأردن بضيوفنا العرب دائما، واهلا وسهلا بكم. الله يسلمك دكتور. ثقافه الوطن الشعبيه دائما تدل على تاريخ البلد او يعني خلينا نقول جذور هذا الوطن، ومن التاريخ نبدا الحديث، تاريخ الغناء العربي والاردني وتنوعه في الاردن. شكرا جزيلا. كما نعرف تاريخيا وجغرافيا انه الاردن هو متوسط بين الاقطار العربيه، يعني نكاد نقول بأنه يكون واسطة العقد العربي الجميل، والغناء في الأردن هو نموذج للغناء في بلاد الشام التي أيضا تتوسط المنطقة العربية وخصوصا الآسيوية. الغناء في الأردن يعني يتوسم
كثير من مزايا الغناء العربي اللي في الأقطار العربية المجاورة في فلسطين مثلاً، الغناء الأردني والغناء الفلسطيني متقاربين كثير كثير، إضافة إلى أنه أيضاً الغناء الأردني يعني يتشابه في كثير من ألوانه الغنائية مع الشمال، مع الأشقاء في سوريا، بالإضافة إلى الشرق العراقي وأغاني تشوبي التي دخلت إلينا، ولدينا في الأردن ما يعني يتقارب مع هذا الغناء. ولا ننسى أنه إحنا أيضاً يعني الغناء المصري يعيش في جوانحنا ويعيش في جوارحنا أيضاً، لأنه غناء جميل ووصل إلى كل الأذان العربية. نعم دكتور، الآن يعني أحياناً الاختلاف قد يشكل تكامل، ولذلك عندما نقول بأنه زي ما تحدثت قبل قليل ما يميز بلاد الشام، التشوبي العراقي، لمصر لها فنها الرائع جداً الخاص بمذاقه، لكن الآن هذا الاختلاف كيف يشكل تكامل؟ ما يميز بالتحديد أيضاً منطقة بلاد الشام بآلاتها الموسيقية، بموسيقاها، بغنائها بشكل عام؟ نعم، بلاد الشام فيها ألوان غنائية يعني متقاربة جداً في أوزانها، يعني مثلاً بالغناء البدوي اللي هو أصلاً الغناء العربي، احنا الغناء العربي كله كان يعني اصله القديم هو الغناء العربي في العصر العباسي والاموي وحتى العصر الجاهلي، امتدت الينا يعني مجموعه من الاثار الغنائيه الجميله في هذا الغناء. فمثلا في عنا الغناء البدوي اللي بيعتمد في العزف على آلة الربابة طبعا، وهذه الآلة آلة جميلة جدا ذات وتر واحد، لكن الشاعر العازف على هذه الربابة دائما كان يبدع في السهرات الغنائية الجميلة. الربابة موجودة في العراق وموجودة في سوريا وموجودة في الأردن وموجودة في فلسطين وموجودة في مصر، في مصر موجودة في الصعيد، يعني بأشكال نسمع الربابة يعني بنحس كده هي نفسها بتحكي تاريخ بأشكال يعني غنائية جميلة. يعني قبل ما أبحر في ألوان الغناء التي يعني تعتمد على آلة الربابة، معنا شاعر جميل الشاعر علي الجراح على آلة الربابة ممكن يختار لنا طبعاً كل التحايا والتقدير إلى يا ريت نموذج غنائي جميل على آلة الربابة من الغناء العربي اللي موجود في الأردن واللي متشابه مع الأقطار العربية المجاورة. نعم يا سلام يا سلام، مشكور مشكور. يعني حقيقة هذه الألوان دكتور موجودة عندنا في مناطق الغربية في العراق على آلة الرباب، يستخدمون بها نوع من الغناء من العتابة ونوع الحدي وكل هذه الأمور، لكن حضرتك أيضا تحدثت بشيء جميل للغاية بأن الموسيقى تنتشر بين البلدان. بلاد الشام أيضا كان هناك تأثر كبير للأردن بنوع من أنواع الغناء اللي دخلت للأردن. شنو أنواع الغناء اللي أخذها الأردن من الغناء الشامي؟ هو يعني الأردن وبلاد الشام ما بتقدر تحدد نوع الغناء إنه هل هو كان
لقطر من أقطارها وانتقل للقطر الثاني. يعني مثلا عندنا غناء مشهور جدا في بلاد الشام، غناء الدلعونة طبعا، وغناء الدلعونة غناء جميل جدا مأخوذ من الدلع وهو صفة أنثوية جميلة، فالشباب تغنوا بهذه الصفة ويعني أطلقوا العنان لأغانيهم في مجال الدلعونة اللي هو غناء ريفي وليس بدوي. هذا الغناء الريفي الجميل مثلا بالأردن تغنوا فيه بألحان معينة، في فلسطين تغنوا بهذا اللون كثيرا، لكن في فلسطين يعني يغلب الغناء الوطني، دخل على هذا الغناء الشعبي غناء الدلعونة، أصبحت كلها أغاني وطنية تغني للشهداء وخصوصا عند زفهم يعني بجنازاتهم كأنها معزوفة وطنية، يعني راحت إلى الناحية. نعم أصبحت أغنية وطنية. نعم سنسمع أغنية يعني من غناء الدلعونة معنا الفنان محمود حمادنة، ممكن يسمعنا أغنية من الدلعونة. يا ريت. أهلا وسهلا. على دلعونة على دلعونة راحوا الحبايب ما ودعونا، لا بدي أمي ولا بدي باي، بدي حبيبي أسمر اللونة. وعلى دلعونة يلجيت مبارح، يلي هواكو بالقلب جارح، يلي سكنتو كل المطارح، مطرح عشيري لا تسكنونا. الله 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 الله، يسلم صوتك. جميل. برضو سؤالي لحضرتك، يعني يمكن احنا عندنا في مصر تنوع موسيقي كبير، يعني في محافظات مصر المختلفة عندنا الموسيقى الريفية، عندنا برضو الإيقاعات الصعيدية، عندنا يعني عندنا تنوع كبير. إزاي تتشابه الموسيقى والألحان الأردنية حتى الفولكلور مع الموسيقى المصرية؟ شكرا. يعني الحقيقة الغناء التراثي المصري غناء ثري وغناء واسع جدا ومتنوع. يعني في عندنا الألوان اللي في جنوب مصر تختلف عن الشمال وتختلف عن الوسط، وهو غناء يعني الحقيقة يعني بالمناسبة أنا أفخر بإني تخرجت من الجامعات المصرية وحصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة حلوان في القاهرة، ولذلك عشت الأجواء الغنائية والتراث الغنائي المصري، ويعني أعجبني كثير كثير غناء البادية المصرية وخصوصا في سيناء. طبعا الغناء البدوي في سيناء بآلة الربابة أيضا، تمام، غناء جميل جدا، وهو يعني يكاد يتشابه كثيرا في مواضيعه. لأنه البدو في حياتهم، لأنهم البدو يتشاركون عموما في العادات وتقاليدهم، وتقاليدهم اللي فرضتها عليهم الحياة الريفية، الحياة البدوية في البادية فرضت عليهم ألوان غنائية وألوان حتى حياتية في طبيعة الأكل والشرب وتحضير الأكل وإحضار المياه وغيرها من المتطلبات الحياتية. ولذلك الغناء البدوي المصري قريب جدا من الغناء البدوي الأردني، وبدنا الشاعر علي الجراح يختار لنا لون بدوي أيضا يسمعنا إياه. بسموا قلبي يا
غريب منين الله 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 الله. نعم دكتور، كيف ممكن هذا الغناء بدون ما نلمس المحتوى نحوله لشيء متطور أكثر، إنه الشباب يتداولوا بس المحتوى يضل زي ما هو؟ أنت فاهم علي يعني؟ خلينا نقول في حلة جديدة بس المحتوى هو والأصالة هي والمعنى هو. تمام. تشويها أصالته يعني. تمام. بمعنى آخر. الغناء التراثي هو غناء جميل بطبيعته، هو جميل يعني مهما حاولنا أن نضفي إليه جمال معاصرة سيكون في يعني كجمال المكياج على بنت جميلة. الجمال اللي ممكن يجي هو إحنا الآن بنحافظ على هذا التراث، مثلا ندرسه في الجامعات، لدينا مساقات دراسية في الجامعة تعتني بالتراث الغنائي العربي والتراث الغنائي الخاص بكل قطر من الأقطار العربية، ندرسها للطلاب. أحيانا بعض الطلبة لما عند تخرجهم يحاولوا أن يبدعوا في أعمال يعني فنية جديدة، لأنه التكرار إذا كرر كل الطلاب أو كل الموسيقيين والفنانين كرروا نفس الفكرة فيصبح هنالك يعني نوع من الملل. لكن الآن التطوير اللي ممكن يجي هو تطوير في الأداء فقط، في شكل الأداء، في إضافة محسنات موسيقية كالتوزيع الموسيقي على هذا الغناء، وك نوع من نقول طريقة التسجيل والتصوير بالتكنولوجيا الحديثة اللي مثل الفيديو كليبات اللي ظهرت، واللي الآن أصبح فيه نوع متطور جدا من هذه السينمائية اللي بتدخل على هذه الألوان الجميلة. بقي نقول بأنه الكلام التراثي الجميل يعني لا يعدله أي تحديث أو أي تعديل على هذا الكلام. لنأخذ مثال، مثلا أغنية زريف الطول. زريف الطول الآن لو حاولنا نغير هذا الاسم بأي اسم آخر لهذا الغناء لا يمكن أن نجد أجمل من كلمة زريف الطول. وزريف الطول هي يعني مأخوذة من الزرف، والزرف مش وليس الظرف، الزرف هو مأخوذ من طول العنق، عنق الزرافة. دائما المحب يعني يتمنى دائما أن يكون زريف من الزرافة، زريف وطويل العنق. وهنالك أغاني كثيرة على يعني صفات الجمال، من صفات الجمالية خصوصا في المحبوب، كل محب يتمناها. زريف الطول أيضا هو غناء موجود في الأردن وفي سوريا وفي فلسطين وفي لبنان، خلينا نسمعها. وأعتقد أنه موجود ربما في العراق، مصر ما أعتقد أنه موجود، لكن هنالك ألوان غنائية جميلة. بدنا نسمع زريف الطول من أستاذ محمود حمادنا. يا ريتهم. يا زريف الطول وقفت أقول لك رايح على الغربة وبلادك أحسن لك، يا زريف الطول وقفت أقول لك رايح على الغربة وبلادك أحسن لك، خايف يا محبوب تروح وتتملك، خايف يا محبوب تروح وتتملك، وتعاشير الغير تنساني أنا، وتعاشير الغير وتنساني أنا. يا زريف الطول شمال شمال، يا محلى ركوب الصبايا عالي جمال، يا زريف الطول شمال شمال، يا محلى ركوب الصبايا عالي جمال، مشيت عالجسر قام الجسر مال، مشيت عالجسر قام الجسر مال، تمهل يا جسر تيمر حبابينا، تمهل يا جسر تيمر حبابينا. الله 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 الله. استاذ الموسيقى الدكتور محمد الغوان، ما نورتنا في برنامج
برنامج بيت للكل. شكرا ايضا للاساتذه عزفا وغناء على تقديم هذه المقطوعات الجميله اللي مزجت روحنا العربيه من العراق ومصر وفلسطين مع الاردن الحبيبه والوانها الغنائيه. نورتنا وان شاء الله تكون هناك لقاءات اخرى. رادنا ساعات طويله حتى نتحدث عن الالوان الغنائيه والموسيقى. نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. هذا بيت للكل. ان شاء الله بيوت العرب دائما تكون هي بيوت لكل العرب. شكرا لك دكتور. اذا مشاهدينا نروح فاصل قصير وبعدها نكون متواصلين. خليني اقول لحضراتكم حاجه. واحنا في الطريق من عمان لاربد فالطريق طول الوقت عناية بتاخد الجمال والطبيعة، وعلى طول أحس وكأنني أسمع صوت الشعراء القدامى في أذني تردد بقى كلمات الجميلة للوطن للحبيبة للطبيعة، كلها أحلى من بعض. هذه الطبيعة الخلابة اللي موجودة عموما في الأردن وتحديدا في هذا الطريق الجميل إلى إربد لازم تتذكر كل كلمات الشعر. تعالوا نحكيها. أوصى بدفنه في تل إربد عرار شاعر الأردن، ولم يترك زاوية في وطنه إلا وخلدها كما الشعراء. أيضا من عشيات وادي اليائس إلى التل، حكايات نشمي أردني صائغ وصانع لكلمات الحب لوطنه طول الوقت. اخترته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم رمزا عربيا للثقافة عام 2022. تعالوا معنا نتابع هذا التقرير لنعود ونستكمل هذا الجمال شعرا وثقافة في إربد. بيت مصطفى وبالتل، ولذلك أعتقد أن الحديث يجب أن يبدأ من هذا المكان. نحن نتحدث عن شخصية استثنائية في النصف الأول من القرن العشرين، شخصية استثنائية ببنيتها الثقافية وبإسهامها في التاريخ الثقافي الأردني، وأيضا بترسيخها للهوية الثقافية الأردنية. هذه العملية تمت عبر الفن، عبر الشعر، عبر الكتابات المختلفة، وهذا أمر يعني غير اعتيادي في تلك الفترة، بمعنى أن الهوية الأردنية انبثقت مع الفن أو مع الأدب الذي يستطيع أن يرسخ هذه الشخصية. ولذلك إذا أردنا نتحدث عن بنية الثقافة لهذه الشخصية سنتحدث عن شخصية نشأت في إطار ما نسميه المراكز الثقافية العربية الكبرى، بمعنى أنه انتقل من إربد عام 1912 إلى مدرسة عنبر في دمشق، وأيضا بعد ذلك إلى حلب، وتشكل في إطار هاتين المدرستين الكبيرتين في دمشق وفي حلب شخصية ثقافية متميزة. عرف اللغة، طبعا اللغة الرسمية للتعليم كانت اللغة التركية إضافة إلى اللغة العربية، وكذلك تعلم الفارسية وتعلم شيئا من اللغة الفرنسية. الآن عندما نشير إلى هذه البنية الثقافية نتجاوزها إلى ديوان عشيات وادي اليابس الذي يمثل مدونة ثقافية أردنية بلغتها وبأفكارها السياسية والاجتماعية. نحن نتحدث عن مرحلة تاريخية لم تكن فيها المدينة مدينة ولم تكن فيها القرية قرية، كانت مناطق يعني غير مأهولة تماما بالسكان، ولذلك استطاع عبر تنقله من وادي السير إلى الشوبك إلى معان إلى البتراء إلى النفي في العقبة إلى عمان، أيضا إلى الضفة الغربية إلى فلسطين المحتلة بشكل أساسي. ولذلك تجد كل هذه العناصر مرسخة في شعره راسخة وتظهر صورتها. وقلت قبل قليل عن الهوية الوطنية، المكان والثقافة واللغة هي عناصر محورية في بنية الهوية الوطنية. أتمنى أن يعود الباحثون إلى المجلدات الخمس من وثائق مصطفى وبالتل المحفوظة في جامعة اليرموك، والتي حصلت عليها أيضا الجامعة الأردنية ومجمع اللغة العربية وأماكن مختلفة، لقراءتها وللخروج بتصورات محورية حول دور هذه الشخصية في الثقافة الوطنية وفي البنية الثقافية في الأردن في النصف الأول من القرن العشرين.
عدنا إليكم مجدداً مشاهدينا الكرام، والحديث عن عرار الشاعر. يسرنا أن نرحب شاغل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية في جامعة اليرموك الدكتور نبيل حداد. أهلاً بك دكتور نبيل. أهلاً بك. ونرحب أيضاً بالروائي هاشم غرايبة. أهلاً ومرحباً بكم. أهلاً بكم دكتور نبيل. لماذا عرار دون غيره من الشعراء اختير رمز للثقافة العربية؟ نعم، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان في أن عرار هو شاعر الأردن غير مدافع، وعرار فعلا هو شاعر الأردن. أما لماذا اختير؟ فبكل بساطة لأن شعر عرار قرأه كل الأردنيين، وشعر عرار تمثله كل الأردنيين، وشعر عرار عبر عن هواجس وآمال وأحلام وأحزان وأفراح وكل شيء عن الأردني. يعني شعره خير تعبير عن شعبه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عرار بلغت مرتبته إلى مستوى ما يمكن أن ندعوه بالمؤسسة الثقافية. يعني كيف مؤسسة ثقافية؟ مؤسسة ثقافية أولاً من ناحية أهمية شعره الذي يتغنى به الكبار والصغار. هذا من ناحية، وجمال هذا الشعر. من ناحية ثانية، كثرة الدراسات التي قامت حول عرار. هناك مئات الدراسات التي تناولت هذا الشاعر، منها ما هو دراسات أكاديمية ومنها ما هو مقالات ومقاربات من أي مستوى معين. أضيف إلى ذلك هناك عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه التي يعني كتبت حول الشعر عرار. ثم هناك عشرات النوادي وعشرات الجمعيات الثقافية والهيئات الثقافية التي تحمل اسم عرار، وحتى هناك كرسي جامعة اليرموك أسست كرسي علمي باسم هذا الشاعر الذي أضحى الآن هو رمز الثقافة في الأردن منذ أكثر من 3/4 قرن. أستاذ هاشم، تحدث اليوم رؤية الناقد والروائي تختلف عن الغير. هناك قراءات بين السطور، كيف نقرأ ما بين السطور بإدخال إربد وتكون عاصمة للثقافة العربية اليوم؟ يعني أنا بدأنا حديث عن عرار، هذه القامة الأدبية العالية، وبدأ أقول أنه عرار ظهر في مطلع القرن العشرين. كان نسبة الأمية عالية جدا في المجتمع. كان آثار الاستعمار التركي طبعا، أو الوجود التركي، قد يختلف البعض حول هذه التسميات، ولكن كانت بلادنا مهملة وتنتشر فيها الأمية وتنتشر فيها الخزعبلات والكثير من المفاهيم الساذجة لنقول. فكان عرار نقطة مضيئة في هذا المكان. وأهم ما في عرار، تحدث الدكتور نبيل عن الجانب الأكاديمي والجانب الاهتمام بشعره خاصة الفلسفي يعني، وشعره العميق أيضا، لكن أهم في شعره أن هؤلاء الناس البسطاء الذين لا يجدون القراءة والكتابة كانوا يحفظون شعر عرار ويرددونه. يعني غنى لبيادرهم وغنى لأفراحهم، وكانوا يرددون أغانيه أثناء عملهم اليومي. قصائد، وهذا شيء جانب مهم جدا في لأنه دافع عن الفقير والنصرة المظلوم، كل هذه كانت في قصائده. غنى يعني كتب شعرا على منوال أشعارهم الشعبية ولكن بالفصحى. حب الهوى يذاري مثلا، هذه من الأغاني يغنوها على البيضة يعني. ولكن هب الهوى ياسين، لا ضد الرسم، نعم، ولكن هو حملها معاني جديدة أيضا، ضد الظلم، ضد الاستعمار، ضد طبعا أول من نبه
في شعره، طبعا سياسيا نبه، ولكن اول من نبه في شعره لخطوره الوضع في فلسطين وخطوره الصهيوني الصهاينة على فلسطين كان في شعر عراري. صحيح. يعني من المبكر جدا نبه لهذه القضيه. صحيح. ايضا في جانب مهم في عرار انه كان مجددا، هو في مواكبة السياب وشعراء الحداثة ونازك الملائكة كتب القصيدة قصيدة تفعيلة طبعا، يعني من في وقت مبكر جدا. نعم. لم يكن الناس حتى يعرفوا ما هي قصيدة تفعيلة، يعني التفعيلة والقصيدة المدورة. نعم. نعم. فكان في هذا أيضا كان مثقفا واسعا، يعني ذو ثقافة واسعة. نعم. مثلا ترجم رباعيات خيام، وعندما قرأت يعني أنا اهتميت بمنتج النثري بصفتي ناثرا، يعني عندما كيف كان يقارن ترجمته، هو كان ترجمها عن الفارسية مباشرة، ولكن كان يقارن ترجمته بترجمة باللغة التركية لجالاتي وترجمة فيس جيرالد، هو مواليد 1899 وتوفي 1949، يعني 50 عاما عاش هي مطلع القرن العشرين. في أشعاره وبين طيات أشعاره كيف تقرأ القومية العربية عند عرار وأيضا القضايا التي كان يحملها؟ عرار شاعر تبنى قضية المهمشين في من بني شعبه، وتبنى قضية المظلومين، وتبنى قضية الفقراء، فكان في شعره وفي حياته كان موقفا، موقف عرار، موقف يعني ما زال إلى الآن موقفا نموذجيا كما يقولون. من الأشياء التي يمكن أن تضاف للعناصر المكونة من شخصية عرار، الشخصية المؤسسية الثقافية، هي سردية حياته. حياته عبارة عن سردية يتداولها كل الناس ويتحدثون بها، فيقولون هنا انسجن عرار مثلا في يوم من الأيام، هنا درغس عرار في المبنى المجاور، هنا عاش عرار. فإذا حياته سردية، قصص لا أول لها من آخر، وهي يعني لا تقل أهمية أنا من وجهة نظري، وأمامي روائي كبير. أضيف إلى ذلك أن عرار تغنى بكل شيء فوق أرض الأردن، تغنى ما فيش نبتة في الأردن إلا ولها حضور في شعر عرار، تغنى في كل مكان، تغنى في الشمال، في الجنوب، في تغنى بالجبل، تغنى بالسفح. يعني من كلام حضرتك أنا أشعر بأن عرار يعني لم يعش لنفسه، هو عاش للوطن وعاش للحرية طبعاً، وعلشان كده زي ما حضرتك قلت هو عبر عن كل شيء، حتى نبتة الشجرة، حتى الطير، هو عبر عن كل شيء. سؤالي الأخير اللي بستأذن فيه لأستاذ هاشم، يعني إحنا بنؤمن بالقوى الناعمة، والقوى الناعمة كانت تحرر الأوطان حتى كتابة، فكرا تعبر وتحرر وتتحدث. عرار في حد ذاته كان عنده تفاصيل، يعني كان متمرد، يعني باسمه حتى حياة مصطفى وهبي التل، وكان عنده هذا التمرد حتى على نفسه. يعني كيف كنت ترى هذا المكان؟ كان في يوم من الأيام سجنا، وكان فيه عرار يعني، ونفي أكثر من مرة، ولكنه كان دائما وفيا للحرية. نعم، هذه القيمة كانت عالية عنده جدا، ولم يفهمها كثيرون خلال علاقته مع الغجر. يعني بين الخرابيش لا عبد ولا أمة ولا أرقاء في أثواب أحراري، بين الخرابيش الكل زط مساواة محكمة، لا فرق بين الجار والجار. الروائي هاشم غرايبة والدكتور نبيل حداد، بتشكر وجودكم معنا لهذا اليوم بحلقة من برنامج بيت للكل. شكرا جزيلا لكم. نورتونا. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وللحديث أيضا عن التطريز في الثوب الأردني والذي يعتبر أحد الفنون التاريخية الراقية في المجتمع الأردني. مظبوط، لنا يعني فعلا حقيقي الأزياء التراثية أنا بحس كمان إنه هي في الأردن بتعطي كده عبق التاريخ، يعني بتعبر عن عادات وتقاليد، بتعبر عن زمن، بتعبر عن وقت، ربما بتعبر عن زي ما قلتوا عن أماكن، عن ضيعة، عن حاجات جميلة جدا. فإذا فعلا الأزياء التراثية عبرت جدا عن الموروث والتاريخ الأردني. نعم، دائما التراث الأردني أو التراث الفلسطيني، تراث أي بلد، دائما السيدات مهتمات في التطريز. صحيح. وتدريب الفتيات، وحتى بيسووا مراكز خاصة للتطريز وتعليم التطريز. معنا اليوم السيدة مها المراجدة، بنرحب فيكي في برنامج بيت للكل لكل الشاشة العربية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم على الاستضافة. أنا رئيسة جمعية الموروث الشعبي الأردني. نعم. في محافظة إربد. اليوم الاستضافة للحديث عن التطريز وإظهار التراث الأردني، يعني خصيصا زي ما تكلمت زميلتي شافكي، ضيعة، المدينة، المنطقة، نتحدث بشكل عام. هلا أنا متخصصة في محافظة إربد، وبتعرفي أنا إربد عاصمة الثقافة العربية، هلا لازم نبرز هويتها. أنا متخصصة بالتراث الأردني الإربداوي اللي فعلا يعني كانوا يلبسوه جداتنا، بعدين بدأ يتطور شوي شوي، هلأ يعني بالنهاية حافظنا على التراث الأردني الحقيقي. هلأ في فرق كبير بين التطريز الأردني والتطريز الفلسطيني والتطريز طبعاً. كل دولة إلها مميزاتها وإلها كل، حتى من محافظة لمحافظة بتفرق، يعني محافظة إربد تختلف عن محافظة البلقاء أو محافظة الكرك. فالحمد لله إحنا يعني الفترة هاي كجمعية موروث شعبي حاولنا نوثق التطريز الإربداوية بالثوب بقصته اللي كانوا يلبسوه جداتنا على مر التاريخ، كيف تطور لغاية ما وصل حتى للعصر الحديث. حافظنا على التطريز، على الألوان، على الرسومات، لكن يمكن عملناها شوي مودرن في بعض الأحيان. يعني زي اللي حضرتك لابساه مودرن. هذا مودرن. إربداوي مودرن. مودرن. فبالنهاية إنه بدنا المحافظة على التراث الإربداوي، هيك الهدف من الجمعية. كنت تتحدثين بي أيضاً وتحدثوا بزميلاتي في هذا البرنامج عن يمكن طريقة التطريز اللي تستخدموها على القماش. كل حقبة زمنية لكل بلد لها لون خاص بها. ممكن دا على العراق أعرف الحقبة الزمنية للبابليين والسومريين والأكاديين، كل حقبة تمتاز بلون معين، لكن اليوم أشاهد الشابات اللي حاضرين حقيقة لابسين هم اللون الأسود. بعض التطعيمات البسيطة ممكن تكون بلون أحمر أو لون ثاني. أسأل عن ما يميز الألوان في التراث الأردني. هلا انت ما تعرف عليه في التراث الاردني اللون الاسود الساده اللي كانوا يلبسوه جداتنا. كانوا هذا يلبسوه بالايام العاديه بشغلهم، بحصادتهم، بقلاعتهم، كل شيء يعني مبروك. على حتى كان تعرف الوضع المادي للجدات مش كثير، مش للحزن، حزن فرح ممكن. لا لا لا, لا, لا هو هذا اللباس الرسمي لجداتنا، هيك كان يعني الزي الاربداوي كله لبس اللون ثوب اسود كامل مع شنبر مع عصبة. أيضا الحلو فيه إنه كان طريقة خياطته، كان خياطته بالقفا وجه، يعني يلبس على الجهتين، كان وضعهم المادي شوي صعب، تكون بالحصاد وبالقلاعة ترجع على البيت عندها مشوار تشلح وتنبو تلبس على الجهتين. معروف هذا الشيء. عم نشوف مثلا واحد من التواب، هذا لبس جداتنا، هذا لبس الجدات الإربداويات، الإربداويات بكل ألوية محافظة إربد اللبس. بالحياة العامة كم عمره هذا التوب؟ هذا فوق، لأن هذا التوب بالذات اللي لبسته الصبية عندي بحدود 60 سنة عمره. أنا عندي أنا كل التواب هلا رح نعرض أغلب في وصف واحد مودرن يعني جديد عملناه، بس الباقي كله أنا جبته من بعض مناطق ووثقناه لجمعية الموروث الشعبي الأردني. فعلاً إنه محافظ على التطريز القديمة. طيب سؤال، يعني وهي فضل. كمان عمالة بتمر الفتاة الجميلة، يعني مثلاً أنا يعني في الأردن لو أنا شفت الفتاة وهي بتمر كده هقول إنها من إربد. من إربد. الحطة زي ما بتقولوا الحطة، هي بشكل عام الحطة سواء الخمرية أو السوداء، الحطة لكل الأردن بيلبسوا الحطة. يعني كل واحد له طريقته. له طريقته باللبس. طيب خليني أسأل سؤال كمان، أولاً يعني عجبني اللي بنشوفه دلوقتي، يعني هل في مواسم، يعني هل في مواسم للأزياء؟ يعني مثلاً التوب ده الموسم بتاعه دلوقتي ولا؟ التوب توب بني كنانة بسموه اللي بين إبرتين، يعني
كل يعني فعلا بنشتغل بابرتين يعني بكون كله بابرتين مع بعض كل لون مع بعض وده كل لون لحاله تطريز يدوي بالنسبه للي على الراس هذا عجبك اللي على الارجه الارجه هاي الارجه شوفي هلا الارجه والحطه كانت تلبس بالاعراس بالاعياد بالزيارات طالعه زياره هيك اما مش باستمرار لابسيتها العيد العرس او الزياره طالعه بتلبس طبعا هم بالزياره ممكن تطلع فيه بالطريقه هاي هاي ذهب ما هو هاي ارجه كلياتها ذهب بتكون زيارات الذهب ذهب بده يتامن عليها يا سيدي كان يعني ثمنها غالي فهي تفتخر فيها انها لابسه العرجه وكم عدد العصمليات اللي حاطه عليها هاي بسموها هذا بقول يمكن عدد على الثراء السيدة وعلى مكانتها الاجتماعيه هلا هذا الثوب كمان هلا الثوب المشقح الثوب الرمثاوي للواء الرمثا مشقح سموه لانه بدخل فيه القماش الابيض او بكل لونه يا اما قماش ابيض او قماش ازرق سماوي بكون بارد متخصصات فعلا للواء الرمثا بالثد وبرضه نفس الشيء في المناسبات في الاعياد في الاعراس في الزيارة نفس الشيء يعني كله اي ثوب ملون كان يلبس في هاي المناسبات اها طبعا هسه من خلال ما نشاهد وتتحدثين عن طريقه التطريز والالوان اللي يستخدموها اسال الموروثات ممكن تكون ثوابت لكن في بعض الاحيان ممكن تكون عليها الحداثه لادخال مثلا نوع من الاحجار الكريمه بالاضافه الى الزينه اللي موجوده بالحلق الذهب اللي موجود في غطاء الراس او حتى في العباء اللي على الكتف شنو التحديثات اللي دخلت على الموروثات بالنسبه للزي الاردني هلا زي الاردني شو احكي لك حفظنا على الرسمات بس القماش مثلا هلا يمكن صاروا يلونوا بطلوا يلبسوا الاسود سواء كان بالوان هلا الثوب اسود هلا الالوان بالتطريز التطريزات اللي فيها الالوان اللي بتغير اللي بتبين بتميز يعني هذا الثوب لما بتشوفوا اي حدا لابس فينا طيب الثوب اهل الغردة مثلا هذا الثوب اهل الاغور اهل لواء الغور لواء الاغوار الشماليه الاغوار الشماليه يعني من اربد لا اربد اربد لواء الاغوار الشمالية. الشماليه لواء احنا محافظه اربد بتسع الويه هلا لواء الاغوار هاي التطريز على الماكنه مش تطريز يدوي وشوف كلياته مربعات يعني هلا جميل. بس تلبس الست معروف انه هذا لواء الاغوار هلا هون التوب برضو هلا فرق بين الثوب هذا برضو بلبسه هذا حلو كتير حط بين إبرتين ومشقح نفس الشيء لإربد لواء قصبة إربد ومناطقنا إحنا القرى طيب اللي حوالي أنا عايزة أعرف أولاً الحرفة حلوة جداً هل مازال في فعلاً ناس لحد اللحظة بيتقنوا هذه الحرفة وكمان سؤال تاني لو أنا مكان أحمد كمان. لو أنا مكان أحمد مثلاً لو عريس أردني هياخد العروسه بالذهب ولا هو المفروض يجيب الذهب هو المفروض يجيب الذهب عشان يحضر نفسه برضه على خلينا نرجع احمد ذهبها منها وبيها تيجي احنا العروسه جايب ذهب هي وذهب فنجاوب على سؤال الحرف وبعدين هنحل مشكلة بعدين الموجود وبندرب بنعمل دورات تدريبيه ولسه يعني على اساس ما يندثر بيعملوا دورات تدريبيه كثير عندنا حتى في الجمعيه بنعمل وبكثره صار الفتره هاي يعني عليه اقبال بليله الحنة صار اغلب العرايس بتعمل ثوب حناها صار بالثوب وحتى في وحده بتحكي بفكر اني اطرز الثوب الابيض احط عليه كمان تطريزات والبسه يعني فكره كثير عجبتني والله كثير جانب جديد هذا الثوب اللي بيحكوا له اذا بتسمعوا اغنيه احمد عبنده دق الماني هذا هو ثوب الدق الماني على الاغنيه على الاغنيه هلا ليش سموه دق الماني أول ماكينة تطريز دخلت على الأردن يمكن من 100 سنة أو أكثر كانت جايبينها من ألمانيا وسموه دق ألماني لأنه طرزوه على الماكينة هاي هلا كان كل التطريز يدوي بدأ يتطور صار هلا على الماكينة دق ألماني وألوانه طبعا بكون الخمري الأبيض السادة كله سادة بتكون الألوان خمري أبيض كموني كان في ثوب أبيض بس للأسف الصبية ما إجت راح تلبسه هو شوفي ست مها الثوب كمان بزينه لابسه طبعا اكيد يعني يمكن الثوب بده كمان جسم اللي يلبسه بده وكانت يعني جداتنا الجميلات باجسامهم كمان الرائعات اللي كانوا يحرثوا الارض ويعني ويزرعوا ويشفوا عليها فكانت بنات الاجسام عندهم صح. يعني كانت تاخذ الثوب فتعطيه شكله الصح والحط شوف هلا العرج اللي على راسه هلا في الخرز الخرز بنسميه خرز المرجان هذا برضه شغل يدوي الشك هذا الخرز كل اللي على العرج كله شغل يدوي فكل يعني بياخذ وقت من الصغر بوجود البنات ووجود الاثواب والانواع والاشكال والجماليه كلها هلا كيف بدنا نحافظ على
هذا التراث. احنا بنعرف بالفتره الاخيره صار شيء مودرن، يعني صرنا نلبس زي المزداري، صرنا نلبس هيك عبايات، شيء عم بنطوره والبنات بيميلوا له اكثر. بس انت برايك كيف بتشوفي البنات مايلين للقديم ولا عم بياخذوا الحديث؟ هلا احكي لك، في بيميلوا للقديم وفي للحديث. هلا بتعرفي قناعاتهم انه لانه احنا بدينا نتطور فيه. انا بالنسبه لي شخصيا بصراحه، ليش بديتي تطوري فيه؟ عشان نحافظ على التراث؟ لا انا ما طورته، انا سبقتيني، انا ما طورته. انا محافظه لساتني على القصة الثوب الاردني، يعني له طريقه بالقصه وله طريقه بالخياطه. بصراحه لما تيجي اي زبونه يعني بحاول اقنعها. انا مثلا شايفه البنوته الجميله دي، شايفه ان ده مثلا التوب يليق لفتاه او بنوته صغيره. يعني هلا لما تكون مش لابسه الحطه ومش لابسه الشمبر مش بكون منظره كثير حلو لما بتكون، يعني هلا لانه هي كمان جايبه كده على جنب بشكل حلو عجبني. يعني هذا لبس الاربي ده هو الحقيقي، والثوب المخمل هذا ثوب مخمل، مش قماشته مخمل. هلا لما كل ما كانت السيد يكون وضعها المادي اعلى ببين هلا الخير، يعني يطلع بيطلع اكثر. القماش المخمل غالي كثير كان، يعني هي جميله وهي ماشيه وحلو لايق عليهم. ده مخملي قطيفه نقول عليه قطيفه. إذا أستاذة مها المراجدة، حقيقة استمتعنا بهذا الحوار الجميل من إربد، بجميلات إربد، بهذا العرض الخاص للأزياء والنقوش الموجودة اللي خاصة ببلد الأردن. دائما نشاهد في كل بلدان العربية هذه التشكيل والصور والألوان اللي موجودة، إن كان مربعات، مثلثات، سداسيات، بغداديات مثل ما نسميها بالعراق، لكن إربد تختص بهذا اللون الأسود. هذه معلومة مهمة اجت ان من خلال برنامج بيت للكل، نورتينا في هذا اللقاء. انا عايزه اقول لك حاجه يا احمد افتكرتها قبل ما تختم. إيه صح، انا تسال الاستاذه كانت تتمنى ايه وهي بتتابع بيت للكل، اسالها بقى. يا ريت. بصراحه قبل اسبوعين بتفرج على الحلقه ومستمتعه فيها، انا بتابع كل حلقاته، بحكي بدي اعرف مين المسؤول في الأردن عن البرنامج حابة أكون ضيفة فيه. فتحققت الأمنية طبقاً لأنه أنا عاجبني البرنامج وحلو. يعني الحلو في البرنامج أنه فعلاً أنه إحنا وحدة عربية وكيان عربي واحد، عائلة واحدة. فانبسطت كثير بصراحة، وإحنا انبسطنا كمان، كثير كمان أنكم ضيوف عندنا في إربد. أكيد. وأهلا وسهلا فيكم دائماً وأبداً، وأنا كمان مسافرة على العراق كمان إن شاء الله. تجينا وتنورينا، تجينا بالانتظار. شكراً كثير لكم وشكراً كثير لكم على الاستضافة. إن شاء الله. شكراً لك ونورتينا، ويا رب التوفيق الدائم. حقيقة مشاهدينا الكرام وصلنا إلى مسك ختام حلقتنا اليوم الممزوجة بهذه الألوان الجميلة من إربد، الثقافة والإبداع والفن والموسيقى. كانت رحلة مميزة في إربد. وصلنا إلى مسك الختام، دائماً نلتقي وياكم على حب الأوطان في مالا. شكراً كثير لكم ويعطيكم ألف عافية.